آسيا نقف داعمين ونواصل العمل مساندين لأسود الرافدين. وهذا الموسم جديد ولازم نشتغل عليه، يعني إن شاء الله يطلع شيء يرضى الجمهور. مال كاس؟ اي والله لا لسه الكاس وجه حلقتنا على كاساس يا كابتن محمد. تعال حلقتنا على كاساسية، غير تجيب كاساسية وياك نسيت. شلونك؟ اخبارك؟ اليوم محمد خاورته قلت له والله بيا موسم، قلت له تقدم كوره وياي. نعم وانا اربع اسيا كل موسم انا هنا. شنو شعورك؟ ما قدرت، انت تتورط بي وانا ما اقدر. قلت لي اقدم برامج مباشره وكل شيء، ما اقدر، مو ستايل. هاي ستايل نور، طيح النور صبري. اي ابو زينب تحياتنا لي، هو يقدر، انا بالنسبه لي ما اقدر. شو الاخبار؟ الحمد لله. فائل؟ ان شاء الله. سنوات نعطيك اوكي اوكي اوكي. يلا بعد. شوي بعد. يلا بعد. أسود الرافدين، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت العناوين فهو العراق. بس خلينا نقول لكم فد معلومة كلش مهمة، إحنا اللي يعتذر عن الحضور في هذه الحلقة يعتبر خائن للبرنامج. فعدم الحضور في الحلقة هو خيانة، والاعتذار مهما كانت الأسباب هي خيانة. فاليوم احنا نحكي عن خيانة محمد قاصد لبرنامج كورة، اللي اجى تحت تهديد وضغوط ومحاولات من صالح سدير وجاسم غلام لثنية عن هذا الرأي. صح هو مهما كانت الأسباب اعتذر. المريض مريض يعني مصاب ببلع مريض عمي مريض يعني مش يعني مريض يعني. راد يعتذر لو لا؟ اي والله راد يعتذر بس احنا ضغطنا عليه. غير تهددته محمد ليش ما فيك؟ ليش يعني انت ما يعجبك تجي البرنامج قول عادي ها؟ يعني ما مخليني بالجروب ناجي؟ هاي اول وحده. شنو 150 صوره بس الي؟ اي علق. وثاني شيء صوره 150 انت وانا صالح ولا واحد. بس البارحه هاي وين؟ طبعا هذا المصور جاسم غلام خلاه بردي في القوه الجويه وقال له راح اعطيك كابتنيه، ضاع الوضعيه، الصور كلها جاسم بس البرنامج كل شيء بايعوه بعد غلط، حتى الضيوف باع، حتى احنا باعنا. لا هو سوي تسهيل مال دوري كابتن ما بعد على الانديه ها كواليس بس لك. اقول لك احمد العطواني شنو؟ يومي احمد العطواني قطع. احمد هسه هناك اكثر واحد هناك مشتاقين عبان احنا نشوفه هنا. بس يلا تحيه له. وينك هو؟ يا رب من بعد كاس انجاز. والله شويه صحيين يعني الحمد لله رغم المرض يعني الحمد لله جيت بس علي يستاهل البرنامج يستاهل. انا سولف علي لو الجماعه اللي تعاركوا علي يسولفون علي. لا كابتن جاسم مو علي. مو علي مو علي مو علي لا مو علي انا مو علي جاسم انا مو علي. شوف كان عندي انتقال من بيت لبيت. لا الله شاهد لام ضامي بالجنطه
افواضا عن يعني تقول هذا الرواية بها مصداقية لازم يجيبها بالحلقة الجاية يجيب الناس عادي والله لا اقدر اجيبه بس كابتن شب بالجنة صارت الله شاهد انا ما عندي هاي باكر اجيبه يعني انت شو تسوي اذا ما لقيته ضمه يمي وانا اجيبه باكر لا لا موجود مالتي الله شاهد هذا شلون كابتن هذا عاد شيء الحياه اوفه احنا ما بنتحرك فيه اوفه وخلينا نقتل الفريق كابتن هذا عاد شيء بحياتنا يعني هذا هو تاريخنا هذا جيل جيلنا ان شاء الله راح يتذكر هذا لا لا هذا مو احنا كابتن بس ان اهلنا ناسنا حتى ولدنا باكر عقبه يتزوجون ان شاء الله طبعا اكيد يعني هذا يتذكر يعني هو هذا بقى رمز من رموز العراق ان شاء الله وين شو قد بس جاسم بدا يسبب لك مشاكل لا ليش بالعكس احنا العراق لا ضغوطات لا ابو خلي 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 خليك انا دعني وياه خليك واعلامي لا بالعكس ضغوطات انا او جيل 2007 اي عادي احنا دائما يقولون جيل 2007 اي هم قصدي يسبب ضغوطات لا عادي يسبب ضغوطات ليش احنا اخذنا كاس اسيا بس انا ما اريد يصير ضغوطات على الفريق المنتخب العراقي هسه لان يقول لك ماضي 2007 ولازم احنا الضغوطات تصير عليهم اتمنى ترى هذا الشيء من بالهم يركزون بالبطولة. شوف جيل 2007 يعني هو ما أريد أقول لك كل واحد يمثل نفسه بالعكس هو جروب كامل تيم كامل حصل بطولة ما أعرف ليش يعني أكثر الإعلاميين ترى أقول لك يا بصورة وأكثر حتى أكو جماهير بس مو الكل هسه أنت ليش دائما نشوف بالخارج من يشوفك لحد هاي اللحظة إذا سافر بأي دولة كابتن صالح يمكن يعيدني ولا ما منتبه عليه زين يعني إذا تسافر برا شوف الجاليات العراقية برا من شوف 2007 جيل 2007 تحس عباك اليوم لاعب مباراة ما ليش عندنا بالعراق لا يحس بين أنت خلص عباك مسوي لهم فضل يعني يحسون مسوي فضل ويلا ودو وقتونا بال 2007 هو شنو محسوب لي لو كابتن صالح لو محمد قاصد لو النشط لو غير لو غير هو هذا تاريخ العراق احنا خلينا بصمه للعراق وهذا ينحسب لنا والعراق يعني انا يعني انا ما جبت اليوم الكاسه وقت روحي والله العظيم كافي انت قبل سؤال كافي رحمه الوالده كافي يوب كافر صالح لا جيرونا خسروا اخيرا مبروك الرياض جيرونا 3-0 لحد الان اول شيء مبروك منتخب العراق مبروك مبروك الشعب العراقي للكادر التدريبي واللاعبين اكيد اول مباراه مهمه وثلاث نقاط مهمه اكيد تتذكر اغنيه اي مال باسي العزيز وين غني؟ والله أنا صوتي مو حلو. لا هي شيء بسيط. يعني ما حافظ بس أتذكر إحنا الحيمة وجاسم غلام بس. إيه بس على شكل. أبو بيبي وصالح سديرو يعني. حيدر محمود كان ما موجود. على الحيمة وجاسم. إيه صح. وهوار ونشأت وصالح وهيثم كلنا. شعر؟ والله العظيم انا اقول لك شغله احب الشعر بس مشكلتي ما احفظ لا هي المشكله مو متعوفني انا يعني بطبيعتي ما احفظ يعني انا اقول لك يعني اوكي احب الغنى ممكن احب الشعر بس طبيعتي ما احفظ والله شاهد لو اقدر هي هاي مال هي مال احنا هوار ونشئ احنا وجاسم وير علي حيمه هاي لسه وكل احنا اكيد اكيد لا اكيد فوز مهم يعني اهم شيء تفرح الشعب العراقي وخاصه المباراه اكيد كلام يسموك ابو وطن مو ابو غضب لا ما له دخل انت اليوم ما تريد زيد عفو على وطنيتك بس العكس هذا فرحه الشعب العراقي كله يعني اليوم اي شخص يشوفه متواجد بالشارع راح يبادر نفس الشعور يعني
عرفت السكن شنو؟ لا والله حقيقة ما أعرف. جاني واحد يقول لي السكن ماتك مفتوح، أقول له شنو السكن؟ السكن شنو؟ يقول لي السكن، أقول له يا سكن. آخر شيء طلع اللايت مال السيارة، مو ما عدناني بعض المنفردات هنا حقيقة ما أعرفها يعني. يعني بحكم إن أنا يعني صار فترة بعيدة عن البلد يعني كذا، فالمنفردات هواية. ذاك اليوم هم ولد ثاني وأنا بالسيارة ما قال لي كلمة إنه افتح الباب. ما أعرف، يقول لي إنك عرفت افتح الباب؟ لا لا مو قال لي كلمة ثانية يعني. جاف بغير معنى، فأنا يظل ضايع صافي. هو افتح الباب سيد. كنا حتى الكلمة نسيت أصلاً. بس أكو هواي مفردات هنا بالعراق أنا ما أعرف. أواجه مشكلة صراحة. إن شاء الله الفترة القادمة أنا مستقر بس مو للأبد يعني. إن شاء الله نرجع للدوحة. هزوجة تحبها من الجمهور دائما. تستمتع. تسمح بالملعب تستمتع. يعني هنا هواي والله يعني أكو هواي تعرف الأندية. كل لاعب يعني نفس النادي اكيد الجمهور يطلع له سوزة ويطلع له قفلات ويطلع له كلمات حلوه. بس اكو شيء رافق يعني هوايه. بتذكر لك وحده مال الجويه. الجويه؟ اي وحده مال الجويه. جمهور الجويه تعرف جمهور الجويه مجانين. فيلا يا صالح سدير يلا على القمه نطير. غير صالح ما نريد يعني. سوالي قفل اول يوم يعني اول يوم وصلت النادي لقيت محضرين لي اياها وكامل اياها ومشت وياي الموسم كلها. كل ما هاي يدقوا لي اياها. بطبيعة الحال برنامج كورة وجميع البرامج الرياضية يعني تعد أعمدة كبيرة من برامج القناة. برنامج كورة هو على مدار السنة يسلط الأضواء على جميع الأنشطة الرياضية وبالخصوص الدوري العراقي ونشاطات المنتخبات الوطنية العراقية. أما في بعض المناسبات اللي هي أو بعض البطولات مثل كأس العالم أو كأس آسيا أو بعض بطولة كأس الخليج يعني يكون هناك استنفار كبير من قبل ملاكات قناة الفرات بالخصوص القسم الرياضي وقسم الاستوديو وجميع العاملين. يعني قد يتجاوز أكثر من 10 مصورين خارجين وداخلين، مراسلين، أيضا شعبة المونتاج داخل القسم. عملية التغطية الكاملة من قبل والإعداد والتهيئة لحلقة كل يوم يعني تأخذ مجهود كبير من قبل العاملين بالقسم الرياضي، مراسلين القسم الرياضي. فضلا عن ذلك قسم الاستوديو يعني اللي هو يعتبر باكورة ختام حلقة البرنامج يتناوب عليه كادر يمكن أكثر من 20 نفر بين 3 مخرجين، 6 مصورين، مهندسين صوت. بجميع الحالات هو برنامج كورة هو برنامج يحتاج إلى تغطية كبيرة. فضلا عن المسابقات اللي هي مسابقات رسمية مثل بطولة آسيا يحتاج إلى إعداد كامل على طيلة النهار والأيام المستسبقة. فضلا عن ذلك الجهود الهندسية من قبل قناة الفرات، تأمين الصورة من قبل الدولة المضيفة مثل ما يحصل اليوم من بطولة آسيا. هو الدولة المضيفة هي قطر، أبعثت قناة الفرات مراسل ومع مصور واكبت جميع الأحداث الجارية من حركة الجمهور من نشاطات وتدريبات المنتخب الوطني. وبالتالي هاي النشاطات هي باكورتها في نهاية كل يوم هو برنامج كورة، وليستضيف هو مجموعة من أبطال آسيا اللي هم حققوا له إنجاز وبعض الشخصيات الرياضية المهمة. وبالتالي الكل تجتمع كخلية نحل في سبيل إنجاح هذا البرنامج والذي أثبت أنه على مدى الإحصائيات وعلى مدى الاستفتاءات الجارية بالعراق هو من البرامج المتميزة وأصبحت هي من البرامج القمة داخل القنوات العراقية، حتى أنه نالت التكريم من لعدد من السنوات الأخيرة. الأيام مثل بهيج مناسبات يكون التحضير لها من وقت، حتى بوقت الدوام الدوام يختلف، لازم تكون يعني تدري من وقت نبلش بمتابعاتنا بتهيئة المواد اللي راح تطلع بتجذيب المتحدثين وكذا، كل هذه لازم نكون بها يعني ملمين بها. فهاي كلها تحتاج وقت وجهد طبعا، وإن شاء الله طبعا بالجهد اللي نقدمه وراح نقدمه
أو اللي قدمناه باعتبار اليوم يعني اليوم النهائي الأخير. لاقى ترحيب من كل مشاهدين برنامج كورة وارتقى للسمعة اللي يحتاجها برنامج كورة. بس أنا اللي أقوله إنه حيدر محمود مع حفظ الألقاب ما ماخذ دوره بالبرنامج. شلون؟ مجامل جاسم غلام ومجامل صالح سدير وما يتعامل وياهم بروح الكابتن. تشهد كابتن عليهم؟ ليش ما ماخذ دورك هنا؟ هسا والدليل أنت حاضر قبلهم وما ماك. أنا كنت ناخذ دور نعطيني كابتن عدنان السلطة. لك السلطة والصلاحية. تفضل واللوغو. أنا أريد بس أحكي قطعتني تروح على جاسم تروح على صالح. إذا قلنا أنت خطأ بالقوة شوية أجامل يا أخوي العزيز فلو... طبعا ما نعطيني السلطة. عدنان حمد كان يعطيني السلطة نعطيني أنا يقود بمكانه وفعلا يعني خير تمتي كان والفريق الحمد لله كل مول. ليش المدحة والناس حيدر محمود محترم كنت حاد ولين وأسهل الأمور للبعض بس لجواز خطوط حمراء لا ما أرحمه. هنا الكابتن عايش بيدي جامل انت هذا سؤالك حلو تقول لي شنو رايك هسه مين اي لا لا دي جامل الاخ علي دي جامل للاسف هسه اعطيتك الصلاحيه صلاحيه تشوفني اليوم وصلتلك اليوم شوفني اليوم شوف زين هسه وانا على جو على سؤالي جاوب انه انت دا جامل يعني انت يمه وقال عليك دا جامل صريح شوف هو اليوم لي جامل اليوم لي جامل اوكي هسه راح يجون جاسم وصالح وخلينا نشوف تعال خلينا نشوف كاريزما مال الكابتن مع اللاعبين شرسيري من ما تعرفوها بالكردي بس أنا أعرفها على رأسي حقيقة على مستوى قسم الأخبار قدمنا في نشرات الأخبار عشرات الأخبار بل مئات الأخبار حول كأس آسيا ومتابعتها بشكل مستمر هذا على المستوى الخبري وهنالك تنسيق كبير ما بين قسم الأخبار الذي يعتبر الركيزة الأساسية للقناة على مختلف الصعود الرياضية والسياسية وغيرها بالإضافة إلى يعني وجود خلية نحل ما بين أو تنسيق مشترك ما بين القسم الرياضي وقسم الأخبار لرفضه بعدد كبير من التقارير ومن الأخبار بشكل مستمر بالإضافة إلى النشرات اللي تخصص فيها ملفات خاصة بالأخبار وتحليلها أيضا تكون مواكبة من خلال تغطيات بشكل مباشر تعزز التغطيات المستمرة للفرات تعزز أيضا برنامج كرة بشكل يومي صراحة يعني قضية العمل بحجم آسيا وبحجم بطولة وفي ظل وجود العديد من القنوات الرياضية وأن تدخل في تنافس مع هذه القنوات حتما يحتم على القناة من جهة والبرنامج كرة أن حقيقة أن يركز أن يكثف من عدد أفراده العاملين في هذا المجال وبالتالي هناك عشرات العاملين من الأخوة في هذا المجال لتقديم كل ما هو يعني مثالي لهذه البطولة ونقل صورة صحيحة لآسيا ودعم منتخبنا بالأسلوب حضاري بأسلوب جيد وإن شاء الله نأمل أن تتحقق هذه الجهود وتتكلل بفوز منتخبنا الوطني بكأس أمم آسيا. قال أول أنت وكابتن فيها؟ هي أول مرة. أول مرة. قبل لا أنا ما مسافر. يعني مع منتخب أو فد شيء أو بطولات تخص الرياضة أبد ما مسافر يعني ما أعرف بس ولا كأنه أول مرة ملتقي وهي هاي ميزة يمكن شهد هم الشاطرنا مو نتواصل على مواقع التواصل ميزة الإعلام الرياضي بعيدا عن البعض اللي بيناتهم خلافات أو مشاكل من تلتقي بي أول مرة أو ما ملتقي مواقع تحسه صديقك أخوك نفس المهنة نفس الشيء فاستشفت حفاوة اللقاء ولكن كأنما احنا مواطنين وشاربين وزاد وملح وعشرة عكسكم بس انتوا ابناء الجيل خلنا نحكي هيك ابناء الجيل مشاكلهم هواي اخذ منك تقاطعاتهم قوية جيل واحد هم اي صحيح وفاقين الشعب كله اي السبب كلهم يثارون من جاسم يغارون منين من شعره؟ من كل شيء والله يغارون من كل شيء جاسم اوه اوان اوه الباشا هذا اللاعب يعني هي كانت
مباراة مثل ميسي، مباراة تاريخية، بصمة مهمة للفريق وإلي كمعلق. كانت البداية كانت معلق، تجربتي صغيرة، تجربتي بسيطة كلش. معزوم انت. اي كانت تجربة مهمة الى حد الان الناس تتذكرها، الناس توقفنا بالشارع تسألنا عليها على ذكرياتها. كانت حلوة رغم ان التجربة كانت بسيطة ويعني الخبرة كانت قليلة، لكن الذكريات بها كانت كلش كبيرة. يعني اكيد العراق والسعودية اللي وصلتنا الى اثينا. جيب المايك خلاص يا علي. اليوم علي الكواليس اليوم كابتن فيان ويشه. برأيك شنو يعني اليوم بدنا نشوف اكو البنية العراقية بدأت تدخل المجال تحلل وتقعد باستوديو تحليلي وتشرح، هذا شيء اكيد حلو. انت شلون شايفته؟ يعني انا اذا تريد اثني بالمرأة فراح اثني وما راح اسكت ابدا عن المرأة العراقية بالتحديد. بالضبط انا دائما ما اقول كلمة انه المرأة اليوم هي قادرة وباستطاعتها تدخل على اي مجال، ودائما ما اقول هاشد الشارك، ودائما ما اقول انه المرأة هي تقدر تكون القيادية والريادية والسياسية والفنانة والرياضية بشتى المجالات، وتقدر تبدع العفو بي وباستطاعتها انه تخرج من اللا شيء شيء. فاليوم المرأة بدخولها المجال الرياضي دا نشوف اكو محللات، وهذا الشيء مفرح ومبهج بانه احنا ومنهم اكو بنوته جميله لطيفه فاطمه، هاي دائما ما اني احكي. بالضبط مبدعه جدا، قدرت تشق الطريق، واليوم هي محلله من داخل اراضي الملاعب، فهذه خطوه كلش اني اشيد بها دائما. كابتن محمد، موسم بطولة الخليج اعترض ايضا على اللوكيشن، وهسه اعترض، كان باردة اللوكيشن مال الخليج. انت جيت مو؟ لا اجيت، جيت يوم والله كان ثلج، كان ثلج وحق الله. دائما تعترض. لا يختار مكانات فوق سفينة؟ شهر الواحد، شهر الواحد وسفينة والهواء. يعني اليوم منو المتأخر؟ علي سالم طبعا، هاي يومية أنا بالليل أتأخر وأتأخر. يعني إحنا قاعد نجي قبل ساعة ونص من الحلقة إلى ساعة حتى أكون صادق. يعني كل يشد على هذا الكلام أكيد يعني هي. بس علي سالم قاعد يجي يعني قبل البرنامج، ما أعرف شلون قاعد يحضر الإعداد ويحضر البرنامج، فأنا أعاني من هذا الموضوع. شنو العقوبة الإدارية بحق عليه؟ غرامة مالية، ما عندنا أي شيء، ما عندنا حكم عليه غير غرامة مالية، خصم تقريبا 10%، إذا يتكرر يصير 30%. وين تخصم بالقوة الجوية؟ والله العظيم الكل يعرف، أنا مدير 6 سنوات مع نادي القوة الجوية، وحاليا مدير. عمري ممكن هاي ما تنحسب عليه، والإدارة القوة الجوية ينتبهون عليها. يعني كانوا يطالبون مني خصومات، انا دائما اكون قريب على اللاعبين واكون صاحبهم صديقهم واخ لهم الكبير، فعمري ما عاقبت لاعب ولا غرمته. ممكن اقول لك ترى عليه غرامه كذا مبلغ كذا مبلغ، بس بالحصيله ما عاقبه. يعني انا اقول له ممكن اسوي بي اكتب بي بين هو كذا غاب، او مثلا ما حضر مباراه، او العفو مباراه ما حضر تمرين، او كان يعني حسب العقوبه راح تكون عندنا لواح. على هذا الاساس اقول له انت معاقب، بس من ينتهي الدوري هو يشوف روحه ما معاقب، لان هذا حتى شنو نلم الوحده اللي قاعد نتكلم بها حتى المنتخب العراقي، نقول لازم نكون قريبين مع بعض، وهاي الوحده اللي بيناتنا هي هاي اللي تعطيك نتائج ايجابيه. شكرا حبيبي. لا هذا يتاخر 30%، بس بالاخير بس هم الخصمه بيني وبينك تقول لي. كابتن، منو اللي بعائلتك رياضي بعيد عن اخوانك وباقي عائلتك؟ يعني عائلتك مثل اطفالك؟ اطفالي ثلاثتهم رياضيين، يعني بنتي لامار الكبيره وريتاج اللي اصغر ومحمود الاصغر. لامار صارت لاعبه سله وطايره لامار، يعني بالتربيات بالمدارس.
بس كنادي هاي لا بعد. وبنتي الثانيه ايضا تلعب كره قدم ريتاج بالمدرسه يعني بالمنتخب مالتهم. ومحمود لاعب بالاكاديميه مسجله في فوق اكاديميه بيرس، لاعب ايضا جيد يمكن يطلع احسن من حيدر من ابوه. يعني لاعب يصير احسن من ابوه، يعني هسه اليوم محمود نتامل بمستقبل يكون لاعب جيد؟ ان شاء الله، يعني اللي شافوه حتى اغلب الصدقاني او نادي القرمه من شافوه وشلون يمارس بالكره والموهبه اللي عنده، يعني ان شاء الله يصير افضل من حيدر باذن الله. اتمنى لك التوفيق. لامار تستقر سله طاهر ريتاج؟ والله ما اقدر اني اجبرهم، ريتاج اشوفها بالكره القدم زينه ولها رغبه بها، ويعني السائلة هي يعني اعتقد يمكن الارهم لكره القدم. الامارة عندها السله وعندها الطائره، فهي ما اقدر اجبرها، هي اللي اللعبه تفتح بها وتبرز بها يمكن يعني تندفع بها نحوها. لحد ما اني يعني متابع المباراه ما عندي، بس اسال الاساتذه المدربين التربيه الرياضيه في المدرسه هم اللي ينقلوا لي يعني هذا الكلام، لان يعني الامار جيده في كل الالعاب طبعا، هي بس لها رغبه هي بالسله وبالطائره. انا وجهه نظري اشوف السله افضل. اي زين كابتن، اليوم اذا خيروك انت توجه النصيحه لاطفالك، يعني اتفقتم عن القدم عن الرياضه بصوره عامه ويخليهم يمارسون العاطفه؟ بدايه انا احب اول شيء يمارسون التعليم والتخرج بشهاده، لان انا الظروف الاستثنائيه اللي مرت ببلدنا والحصار منعتني بين اخذ شهاده التخرج. صح متعلم وعندي كثير، لكن ايضا الشهاده ضروريه، فاول شيء افضل اخذ الشهاده، كذلك ممارسه الرياضه، لان هي من خلال الرياضه يعني بنيت تاريخ اني يعني واسم حيدر محمود، فمو من السهل. فكل ما انت تبرز وتظهر وتقدم نتائج ومستويات، كل ما انت راح تبرز وتكون لاعب لك اثر وكيان وايضا سمعه مثل ما يمر بهم ابوهم. شوف هسه بالمدرسه خادمة صوره الكابتن حيدر محمود بدون ما اني اقول لهم مدرستهم، حبنا تيمن بكابتن حيدر اللي قدمه، فمخلي لي منشور وصوره، فهذا شيء تفتخر به بنتي. فاتمنى نفس الشيء باكر، يعني الرياضه هي قلت لك ناس وشيوخ دي يصارعون في سبيل، يقول لك ان الشهره من خلال الرياضه اللي تدعم الانديه، واكثر الناس والمدراء ورؤساء الانديه اللي هم بنقول احنا بالخليج اكثرهم هم شيوخ ومن سلطه الدوله، لكن برزوا من خلال قيادتهم للانديه. فالرياضه هي اقول لك هي الشهره الوحيده اللي يمكن تبرز الشخص على بقيه يمكن نقول احنا البرامج او نقول المجالات الاخرى. شنو سالفه الزوجه الثانيه؟ علاء ودي تهمني، قال لي جيت بلبنان الزوجه الثانيه بصراحه. علاء مصادر قويه بيني وبينك صحيح. لا عمي لا والله كنت الحمد لله، عندنا تعرف نادي القوة الجوية، عندنا لاعب فرانك انصاب مباراة الحدود والحمد لله جري له العملية في لبنان، على هذا السبب كنت معاه يعني بصراحة. الحمد لله على سلامة. كابتن ذكرياتك بين 2007 شوف احنا نتمنى كل العراقيين ينسونا 2007، نتمنى منتخبنا هذا في بطولة آسيا إن شاء الله يقدمون يحصلون إنجاز 2007، لأن تعرف لحد الآن العراق كله يتكلم 2007 إنجاز. أنا أتمنى كجاسم غلام صراحة أن يعيدوها بهاي البطولة إن شاء الله يحصلون على البطولة 2024. زين هسه أنت اليوم تآزر كونك تلعب منتخب قطر، يوم تآزر المنتخب القطري العراقي معك. شوف أقول لك شغلة برا، شوف أنا لا سويني بينك، أول شغلة أنا عراقي ودمي عراقي، بس بنفس الوقت هم يعني تعيش بالدوحة يعني حياتك كلها، مولد الدوحة أنت وعشت يعني تقريبا 40 سنة أنت بالدوحة عايش، بس أنت وين تميل؟ تميل بلدك يعني ما تقدر، يعني لازم هاي هذا الشيء فطري غريزي بالإنسان، يعني ما تقدر أنك أنت تشجع، ممكن تتعاطف في المنتخب قطر تعاطف فيهم إذا ما كان ضد المنتخب العراقي، لكن أنا وازرتي وفرحتي دائما تكون مع المنتخب من احنا صغار يعني. كابتن تقول لك 40 سنة ويسك سنة 40 سنة 41 زي منتدوم 41 كابتن لعبت ضد أندية عراقية ومنتخب العراقي؟ لا لعبنا ضد المنتخب العراقي مبارتين، سجلت هدف على محمد قاصد فزنا مع صور فزنا سجل عليك هدف منتخب شباب؟ منتخب اول؟ ما اعتقد انا اللي قول علي بيه توريس
اي مو علي، ما انا مجبر. لا حبيبي الله يحفظك. دليلك مسجل على كابتن محمد. دليل جز ضربه جزاء. شيء ملموس. ما اعرف هو يعرف ما ادري. صار له اللعبه تقعد 20 سنه 30 سنه وايد. عمره طلع 41. اي يعني بس هو اصغر مني. ما حدثنا عن شعورك انت اليوم كعراقي ضمن نجم عراقي تعب ضمن منتخب العراق. شوف يمكن المفارقات النادرة اللي أول مرة يعني بالكرة الآسيوية أنه أنا والدي لعب بطولة كأس آسيا مع المنتخب العراقي سنة 72 و76 أنا لعبت مع المنتخب القطري ب 2004 يمكن أول مرة هذه من المفارقات النادرة بالكرة الآسيوية طبعا لكن بنفس الوقت أنك أنت كعراقي تشوف المنتخب العراقي يلعب وتطمح أنه يعيدون فرحة 2007 هذا شيء كل عراقي يتمناه حقيقة يعني حقيقة يعني ونتمنى من اللاعبين صغار بالسن نتمنى ان نشوفهم بمستوى افضل مما شفناه بالمباراه كوريا ان شاء الله. كابتن مبروك الفوز مهم على اليابان. حبيبي مبروك اول شيء شعب العراق ومبروك الجماهير اللي حضرت وهازرت منتخبنا الوطني في الملعب. مبروك الكادر التدريبي مبروك الاتحاد العراقي بقياده الكابتن عدنان درجال مبروك اللاعبين الابطال اللي قدموا اليوم مستوى يليق هذا كنا نتمناه باسم الكرة العراقية يعني اليوم هم مو فرحوا نفسهم ولا بس فرحوا عوائلهم الله شاهد فرح كل الشعب العراقي. شوف أعزل أنا هذا الموضوع أيمن صح من القدوة بس هو ابن العراق اليوم يخدم بلده حال كل لاعبين كل واحد يساهم ويسجل هدف المنتخب العراق وهذا انتصار للعراق وليس لشخصه ولا حتى النادي النادي مجرد بوابة له بس المنتخب شيء أيمن قدم مستوى يليق باسمه أول شيء يليق باسم الكرة العراق وسجل هدفين هذا أيمن حسين الكل بتعرفه إن شاء الله نتمنى الأحسن والمباريات الجاية إن شاء الله تكون أفضل منه. صالح صديق حبيبي أبو بطوم وين ملتقي شوف والله ملتقي بنشوف الأخبار حسب ما سمعنا رئيس الوزراء احمد مكرم المنتخب والله يستاهلون يستحقون هذا التكريم وقليل ايش ما يعطوهم قليل يعني استحقاق وهاي الفرحه هي بحد ذاتها تسوى ملايين والله العظيم يستاهلون التكريم ومفروض اكثر ان شاء الله ان شاء الله المباراه الجايه هم بس المباراه الجايه لا ورا ربع النهائي ان شاء الله يعني ان شاء الله شوف يعني هاي شغلات هاي التحوابز هاي يعني شغلات بس هي ايا كان احنا صعودنا الاول راح يريح سوريا سوريا البحرين تايلاند تكريح كابتن دائما ما تكون مقارنات بين جيل 86 وجيل 2007 لكون جيل 86 تاهل كاس العالم 2007 حصد لقب البطوله اسيا مع العلم كل شيء اللي جيل التسعينات 93 يضرب ابو حيدر محمود حبيب جعفر ليث حسين لماذا لم نجد هذا الجيل ضمن المقارنات؟ جيل 86 جيل حقق إنجاز صح كأس عالم بطولات الخليج رغم حرم من أكثر البطولات بسبب الحرب العراقية الإيرانية لكن قانون كان كرة قدم في جيل 8 يختلف عن قانون اللي بعد التسعين اللي هو أصعب وأفضل يعني من حيث تعدد الكرات من حيث التوقيت أو استرجاع الكرة للحرس فتغير صارت القوة به اللياقة البدنية والسرعة والقوة على عكس 86 رغم نمتلك كنا نمتلك لاعبين جيدين على مستوى عالي مواهب كثيرة الجيل 2007 هو نفس الجيل اللي آزر تسعينات نفسه في 2007 حصدوا بطولة آسيا هذا إنجاز يعتبر ما حقق يمكن المنتخب العراقي يعني نشوف الكرة العراقية لحد هاي اللحظة فيعتبر إنجاز جيل التسعينات هو جيل نقول إحنا الحصار هو جيل المظلوم اللي حققنا بعض النتائج والبطولات لكن قريبين كأس العالم لكن الظروف كانت استثنائية إحنا الحصار اللي ماربينه طرق السفر المباريات المعسكرات عدم اللعب في أرضنا هاي كلها أثرت كذلك أيضا يعني الضغط والقوة اللي كانت تمارس يعني سابقا بالاتحاد أيضا نوعا ما لكن ايضا كان جيل فاخم باللاعبين يعني في ليس في المنتخب العراقي وانما في جميع الانديه عندنا مواهب كثيره يعني كان صعب من النادر يوصل اللاعب للمنتخب الوطني. على عكس هسه الحال اللي انت لاعب يمكن اول يوم لعب بنادي رسمي انسحب للمنتخب او من الدرجه الثانيه قبل لا كان من الجماهير يا دوب يلا تحصل لك انت لاعب لاعبين يوصل للمنتخب بسبب كثره اللاعبين والنجوم الموجودين. عموما قلت لك ممكن يعني قلت لك 2007
حقق ما يمكن اكتسبه من خلال معاشرته لجيل التسعينات، وهم اغلب اللاعبين كانوا وياي، واحد منهم قاعد بصفنا هو محمد قاصد، والناشئ كله كل مجيلي يعني اللي وياي، فدول اخذوا وتعلموا وتربوا على يد مدربين كما احنا دربنا. على عكس بعد 2007 2010 2011 شوف الكره العراقيه اي نعم الكسبه والخبره والاحتكاك هو من جيل التسعينات، قلت لك يمكن افضل مستويات قدمت وانجازات عندنا ايضا احنا يعني، لكن صعود كاس العالم كان هو الصعوبه، دائما يكون الهدف الذهبي اللي يمكن ثلاث بطولات احنا ما قدرنا نكسبها بسبب الهدف الذهبي. احنا ظروفنا كانت استثنائيه، الحصار اثر علينا جدا، احنا بعض اكو المباريات اكيد التحكيم اللي خانة هذاك اللعب في يعني مو بارضك اكيد تاثر نوعا ما. هنا لا بالعكس يشوف هسه تلعب بين جماهيرك وتوفر كل شيء من معسكرات كل الدعم توفر الان، فالفرصه ايضا ان شاء الله اتمنى يكون يعني الحسن ظن اللاعبين المنتخب الوطني، انت كل شيء تقدم لك من معسكرات خارجيه مباريات وديه كبيره، احنا كان يعني حصره نلعب ويا منتخب نلعب شنو ويا انديه درجه ثانيه وثالثه بس خير من اللاعبين ظلموا كثير، قلت لك عندنا مواهب لا تعد ولا تحصى، يعني هسه انا كمدرب اتكلم دائما مع اللاعبين اقول تعالوا شوفوا اللاعبين اللي كانوا في وقتنا، قلت لك صعبه يعني انت عندك مهاجم مثل اكرم عمانوئيل، عندك حيدر نجم، لاعبين اللي مواهب اللي ما تطلع الكره من رجلهم ما اخذوا الاستحقاق الكافي بالمنتخب الوطني، والكل بعد من اللاعبين كاظم جابر بالطلبه ما اقدر اعدد بعد حتى لا يقول لك حيدر، يعني ما اقدر اعدد من كثره اللاعبين اللي عندنا. شوف اكو واحد ما انسحب المنتخب كاظم جابر هسه ذكرته بالطلبه، لاعب على امكانيه لا تطاق، كاظم يعني اقول دائما اقول مسموم لان باصه مسموم، يعني لاعب موهوب ما شاء الله، والكثير بعد اكرم عمانوئيل ايضا لاعب موهوب لاعب على مستوى عالي الكره ما تطلع من رجله ايضا ما اخذ استحقاقه بالمنتخب. كثره النجوم كل مدرب اذا يريد اللاعب مثلا اللي يطبق له الواجبات، مع العلم عندنا لاعبين حيدر ناجم ايضا ما اخذ فرصته الكافيه بالمنتخب الوطني، لاعب مهاري لاعب يصوب لاعب سريع جادو كل شيء، قلت لك لاعبين كثره، لكن تيجي بعدين من تختار كاد تبي يريد اللاعب اللي يطبق واجبات مثلا افضل من فلان، حيدر محمود افضل من نقول عصام حمد، فهي بعد وجهه نظر المدرب، اما تحكي على اكثر نجوم واكثر نجوم كان بارزين هي جيل التسعينات. جاسم غلام 2007 ولا انذار عنده رغم الحالات اللي موجوده. لا انا لو معقوله ما عنده ذا؟ صدق؟ لو اكبار كاير يعني كل لعبه مطرود. باسم عباس يقول لو كبار لحد الان جاسم مطرود. لا لحد ما جاي باسم مسونه من التاريخ مسونه. لا عم انا ما معقوله جاسم ما عنده انذار باسيه. عم هاتش الاليقة. كابتن انت كل شيء كان وياك حلو الله شاهد، يعني مو مجامله ولا دات ملق ولا اي شيء، يعني اي شيء كان ويا كابتن حيدر يعني كان اكثر من شيء اسمه روعه والله العظيم، يعني قائد من الكلمه وصراحه يعني احنا كان لو بايدي اخليك ليش تلعب والله العظيم في دول عمرك حبيبي كابتن. كابتن المشكله وين انت سويت الهوسه، يعني اول شيء انت كنت تميل كابتن عدنان حمد وكان ميلان مدربنا، وبعد المباراه اكيد بعد الفوز كان فوز مهم تعرف احنا تعادل من الفرحه قبل اللعبه ما اتذكر كابتن، بس بال سهراني للصبح من هاي من اي صحيح كان بوقت مو احنا كابتن مباراتنا قلت لك تعادلنا في بغداد واحد كل، وكل العراقيين وكل حتى الاتحاد بوقتها قال ذكرني اشتراك يوسف والعناصر الموجوده ويانا بوقتها تذكر شكو واحد يريد كنت تدز وياني قال هم خسروا بغداد اكيد راح يخسرونك الحمد لله وشكر، هدفك هو الفرحنا بصراحه وصعودنا وكان يعني يمكن اكثر شيء فرحت بحياتي بهذا الفوز. بس يا شدي من احنا من امين ولا دقيقة للصبح وكان يوم لعبه مهمه وفريق كازاخستان من اقوى الفرق خصوصا بين جماهيره، جينا ادينا وقدمنا، اذا اللاعب العراقي شنو كانت بصفاته؟ لا لاعب بس يكون عنده اراده وغيره طبعا اكيد العراق شوف كابتن حيدر انت تعرفه وانت لعبت كابتن منتخب العراق وتعرف اللاعب العراقي من يكون اوكي خارج
خارج مستطيل الاخضر يكون يفكر ويظل قلق، بس من يدخل المباراه اكيد يطلع من الاجواء، يظل يركز بالمباراه. وهذا اللاعب العراقي معروف، يعني اي لاعب عراقي يلعب هسه، حتى انا من قلت حتى مباراه يابان قلت احنا ما عندنا مشكله، اللاعب العراقي اللي احنا نعرفه انت تعرفه القاتل حيدر، اللاعب العراقي بيكون داخل الملعب غير. حبيبي كابتن فدوى عمرك وعلاقتي بقريبه اكيد، حتى من قطعه الذكر بالجنسيات او روح على الخارج او سوريا او لوبيا انت دائما وياي اكيد كابتن، انا ويا انت وهوار وباسم اكيد كابتن، هذا فخر انك كابتن، احنا فخر كان بوقتها انت غير حيدر محمود طبعا، كان كل لاعب يتمنى ان يكون قريب منك. حبيبي كابتن صلوح الغالي كابتن حبيبي الله يخليك، شلون عندك تمنى مواقف مواقفين من المنتخب؟ المنتخب يعني هي مواقف هواي والله، بس مرات تنساها يعني الاحداث والمواقف، بس المواقف المواقف اكيد اكيد. شنو شعورك كان عندك انت اول مشاركه لك في امم؟ يعني اكيد هي كل لاعب انه يتمنى ويفتخر انه يمثل بلده بهيك محافل وبهيك بطولات، كنا فخورين بخصوصا اول نسخه عندنا، كنا نتمنى انه نقدم شيء للبلد باول نسخه، فخورين بالمباريات اللي قدمناها، فخورين بالمشاركه، وهذا تاريخ يسجل لكل لاعب، فهي المشاركه الاولى نوعا ما تبقى ذاكره بالبالك، يعني تبقى ذاكره ما تنسي، وشيء اعتبره انه فخر لكل لاعب. ان شاء الله ان شاء الله. الله يخليك كابتن، شكرا كابتن. الشيء الاكثر من الشيء الاكثر لا يعني ما اريد ثاني، يمكن ما صادفت لي فرصه ان احكي فيه، انه انا افتخر انك انت وفتره انت موجود وانا لحقت انا العب وياك بالمنتخب، يعني لحقت عليك اخر شيء كنت قائد بمعنى لا والله كنت قائد بمعنى الكلمه، يعني قائد جبت لنا القياده مال ذاك الوقت الجيل اللي قبلنا سابق ما لحقنا عليه، جبت لنا اياها انت وخليتها دمجتها بينا وشفنا احنا شنو قبل القياده شلون تكون بزمن الكابتن الله يرحمه احمد راضي واللاعبين نجوم حبيب ولا لعيب ولا جميع النجوم، فكنا ما ملاحقين عليهم، بس كابتن انت اللي جبت لنا هذا الشيء وجبت لنا الشيء. ان شاء الله هاي انت راح تصير ان شاء الله اسد مدرب، ان شاء الله تتبع القياده اكيد ويكون عندك قياده. الله يخليك. دربونا المدربين تعلمنا من عندهم الحمد لله. شكرا شكرا كابتن حبيبي الله يخليك. تحياتي. زيدان زيدان قلت لك لاعب لم يظهر بمستوى واحد يقول حجي لك متابعين هو بشوف لي شو قاعد يسحب على ظهره لم لك عروس ابرزهم لي عروس صراحه على والدي اللي نقول هنا كرات ما في الحلقه هذول اقل الحلقه يشوفوها اكثر هاي يشوفوها اقل في ما ظهر علي الحمادي ما ظهر اليوم يعني علي الحمادي افضل لاعب مباراة راح يختار من الجوي لا لا مو من جوي ليش من جوي يا رجل الاسم بالنص زيدان امير العمال افضل لاعب بالمباراة من وجهة نظري حكي يعني حقيقة أنا كنت متأثر يعني وكان يعجبني لاعب محلي كابتن عباس عبيد، واعتبره من اللاعبين يعني الفذة للعراق اللي اجوا والقليلين الموجودين من ما يمتلك من عقلية وداخل الملعب، يعني كنت انا جدا اثر بيه، وايضا كنت متاثر كابتن حيدر نجم كابتن نادر نجف، ايضا من اللاعبين وسط لان دولة مركزي كنت مؤثر بيهم جدا. اللاعب عالميا يعني زيد الدين زيدان وميسي راوسته بين ريال مدريد وبرشلونه
من مصر. أنا برشلوني حقيقي، يعني أنا حقيقي أنا ما أختلف عليها، أنا برشلوني وعندي ميسي يعني وجهة نظري هو من أفضل من لمس كرة القدم. كابتن زين، منو خليفتك حاليا؟ احنا نتمنى انه يكون يعني لاعبين خليفتنا او افضل من عندنا، لكن انا اشوف انه يعني اشوف حقيقه محليا لاعب كبار نبيل مع الطلبه، انا اشوف عنده الميزه، عنده جراءه يلعب كرات دائما للامام، يعني هو لاعب مهاري يلعب للامام، انا يمناوي هو يسراوي، بس دا اشوف الميزه اللي كنت املكها يعني انا احب لاعب شجاع يلعب دائما الصعب الصعب، هو عنده هاي الميزه، دا اشوفه انه يا واني قلت له مثل حسيت انه انت نفس ستايله وقريب عليه وشجاع تلعب بالملعب شيء صعب. تفرح في اكثر هدوته؟ حيدوري السد العالي، حيدوري السد العالي، حيدوري السد العالي، والاخ وين رايح وين؟ حيدوري قدامك رايح تزيدني بعد ثقه وغيره واندفاع اكثر. يخافون من حيدر، كلهم يخافون. اي والله بتق بالله، هم كانوا ثلاثه مدول وياي بالمنتخب فيخافون، يخافون حيدر. اي والله ليش قالوا لك هذاكم باللقاء شنو حيدر؟ اعطانياها اعطانياها، اي بس بالاخير اعطانياها بصراحه. اي والله ودشوا هسه مسيطر، البارحه سيطرت، ونشوف اليوم ان شاء الله راح نشوف حيدر محمود. ما وين اختار؟ والله بنطلع لا ما يلبس شارك. هو انا بدعك مو حلوه بس لازم البسها. بدايه هارد لك خروج منتخبنا الوطني في مباراه الاردن، يعني حقيقه كنا نتامل نروح ابعد في البطوله، خصوصا بعد ما اختارينا الطريق الاسهل وهي صداره المجموعه. الفريق كان مميز بالمجموعات، قدم مستوى طيب بالثلاث مباريات اللي خاضها. مباراة الأردن أعتقد الشوط الأول كان لم يظهر بصورة جيدة نوعا ما، نقول سيئين لكن لم يظهر بصورة المعتادة، يعني دخل الفريق نوعا ما ببرود أو شلون نقول إنه يعني متأكدين من الفوز كانوا، خصوصا بحضور الجماهير الكبير للمنتخب. لكن الشوط الثاني اختلف الوضع، دخلوا بجديه اكثر، كانوا يعني على قدر المسؤوليه، قدرنا نسجل هدفين، لكن لولا الطرد، اعتقد طرد ظالم من قبل الحكم، لولا الطرد يعني كان ممكن نروح بعيد بالبطوله. كابتن، افضل لاعب خلال اربع مباريات خلال مشوار الاسود في اسيا 24، يعني انت اكيد راح اول لاعب يتبادر الاذهان هو ايمن، مسجل 6 اهداف، كان عامل مؤثر في كل نتائج المباريات اللي خاضها المنتخب، فاكيد ايمن. كابتن، لاعب شف في حيدر عبد الامير حاليا في المنتخب؟ والله يعني كل واحد له مواصفاته الخاصه، سواء حيدر او الان بيلعب، الان بيلعب حسين علي يعني بالمدافع اليمين، اليوم كان مميز حقيقه، يعني هجوميا ودفاعيا انا شفته اليوم كان مميز ايضا. نتمنى التوفيق للجميع، فما اقدر اقول لك هذا يشبه حيدر او ما يشبه، لكن كل واحد له مواصفاته الخاصه، ممكن افضل من عندي يكونون بالمستقبل. نهايه موسم حلقه اخيره، كابتن راح احضرك واخبرني بعد الخاطر اللي لا ان شاء الله. لا ما اقدر ليات، ما اقدر ليات، قاعد تلاجئ قاعد اورك دوام.